بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وأن أشكر لكم كريم استجابتكم لدعوة المملكة لعقد هذا المؤتمر الهام حول المرأة في الإسلام، والذي يحظى برعاية كريمة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظ الله، ويهدف لتبيان مكانة ودور المرأة في ديننا الحنيف ماضياً وحاضراً، وحقوقها التي كفلتها التعليم والقيم الإسلامية، ودورها الهام في مسيرة التنمية والتطور لمجتمعاتنا ودولنا، ومناقشة مختلف التحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها. إن التحديات المختلفة والمضاعفة التي تواجهها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة من عنف وفقر وخوف وتهميش وغياب للرعاية الصحية والتعليمية لأطفالها لا يحتم علينا العمل الجاد في سبيل حماية ودعم هذه الفئات الأكثر تضرراً وضعفاً. ونجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الاطلاع بواجباته ومسؤولياته لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية. وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني من انتهاكات وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية، لنثمن ونشيد بدورها المحوري وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها. كما تواجه المرأة المسلمة اليوم العديد من التحديات والمضايقات والتمييز في بعض الدول الأخرى في ظل موجة من التشريعات المقيدة لحقوقها في ارتداء الحجاب وغيرها جراء وطأة الإسلاموفوبيا، وهو ما يخالف ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979. الحضور الكرام، إن المرأة عماد الأسرة والمجتمع، ولقد كرم ديننا الإسلامي الحنيف المرأة وكفل حقوقها كاملة وشرع واجباتها وأمرنا بعدم التمييز ضدها أو إعاقة فرصها سواء في الشؤون السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمية أو غيرها. ويزخر تاريخنا الإسلامي بنماذج مشرقة وإنجازات رائدة المرأة المسلمة في مجتمعاتها منذ عهد النبوة حتى يومنا الحاضر. وعلى الرغم من ذلك لم تسلم المرأة من جور بعض العادات والتقاليد في بعض المجتمعات على مر العصور، ومحاولات ربطها بالدين من خلال بعض القراءات والتفاسير التعسفية بمن ينافي سماحة الإسلام ويخالف مقاصده. وقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة متسارعة لتحقيق تمكين المرأة في ظل رؤيتنا الطموحة 2030، حتى أصبحت المرأة السعودية شريكاً أساسياً لا غنى عنه في مسيرة التحول والتطور والنمو في مختلف المجالات. ولقد سنت المملكة مجموعة من التشريعات والقرارات المستمدة من الشريعة الإسلامية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان حقوقها ومنع التمييز ضدها في التعليم وفرص العمل والأجور. ونتيجة لتلك الإصلاحات الشاملة فقد ارتفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 19.3 إلى 37% منذ العام 2016، وأصبحت تملك ما نسبته 45% من مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما زادت نسبة تمثيلها في المناصب القيادية من 17% إلى 39%. وفي هذا الإطار نشيد بجهود منظمة التعاون الإسلامي في سبيل تمكين المرأة ووضعها في صدارة اهتماماتها، ومن ذلك إنشاء منظمة متخصصة تعنى بتنمية المرأة تقودها أحد الكفاءات النسائية السعودية. وفي الختام أشكركم جميعاً على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا المؤتمر الهام، والذي ستكون أحد أهم مخرجاتها الوثيقة الرسمية بعنوان وثيقة جدة للمرأة في الإسلام، والتي ستغطي كافة حقوق المرأة في الإسلام وتكون وثيقة مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية
تسهم في تحقيق التمكين واقعاً واقعاً معاشاً في مجتمعنا الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.